وصلنا الى الاريا الرابعه من اللور ليم اللي هي الفود. في مراجعه سريعه للسكيلتون اوف ذا فود، بنقول ان السكيلتون اوف ذا فود از ارينجد ان 3 ليفل. الليفل الاول اللي بيسموه التارسس، ده عباره عن 7 عظمات من نوعية الشورت بون اكوردنج تو مورفولوجيكال كلاسيفيكيشن. كانت اول واحدة الكالكينيوس، يليها التيلس، ثم النافيكولار بون، ومع التيلس والنافيكولار على اللاترال سايد كانت الكيوبويد عاملة ارتكوليشن، وامام النافيكولار كان 3 كيونيفورم بون، ميديال وانترميديات ولاترال. المستوى الثاني من عظام الفوت هو الميتاتارسس، وده كان عبارة عن 5 عظمات من فصيلة نوعية اللونج شورت بون في المسمى القديم، والآن هي لونج بون. الفيرست كانت الميديال ون، يليها السكند فالثيرد فالفورث، وأخيرا الفيفث ميتاتارسال بون اللي هي الموست لاترال. المستوى الثالث من عظام الفوت اسمه الفلانجيز، وبكرر مرة تانية بقول ان الفلانجيز هي عظام اصابع القدم اللي اسمها التوز، اما قطع اصابع القدم اسمها ديجيتس. الفلانجيز كان بيبلغ عددهم 14. في الصابع الكبير اللي اسمه البيكتو او الهالوكس كان 2 فلانجيز، واحدة بروكسيمال والتانية ديستال. اما الفلانجيز بتاعت في الصوابع من 2 لحد 5، فكان بكل صابع 3 فلانجيز بروكسيمال وميدل وديستال، نركب عليهم السوفت تيشوز فتصبح دية الفود. والفود لا سطح الاثنين، دورسم اوف ذا فود اللي هو الابر سيرفيس اوف ذا فود اللي هو ظاهر القدم. ظاهر القدم كان الاناتوميكال فيتشرز اللي موجوده عليه 3 important structures، 1 muscle، 1 artery، و 1 vein. المصل اسمها اكستنسور ديجيتورم بريدس، الارتري كان اسمه دورساليس بيدي، اما الفين كانش فين عادي، ده كان في صورة قرش اسمه دورسال فيناس قرش. وكل واحد من هذه الاستراكشرز هنتولى الكلام عنه لاحقا. فنبتدي بالدورسال فيناس قرش. الدورسال فيناس قرش ده عبارة عن فين، وذكر مرات من قبل، ذكرناه مع الجريد صفنة الفين، وقلنا ان هذا الفين هو عبارة عن ارشنج فينوس تشانل، او يقع على الدورسم اوف ذا فود في وضع ترانسفيرس، يبقى ترانسفيرسلي لاينج او رانينج اكروس ذا دورسم اوف ذا فود. وفي هذا الدورسال ارش كان بيصب فيه تريبيوتريز من تجيب الفينوس ريتيرن من التوز والسايد اوف ذا دورسم اوف ذا فود. ذا ميديال اند اوف ذا دورسال فينوس ارش كونتينيوز از جريد سافنس فين، while the lateral end of this arch continues as the small أو short saphenous vein. هذا الفين بيكون واضح في الأشخاص اللي هم سن، علشان مفيش فيهم subcutaneous fat كتير، واحنا عارفين ان هذا الدورسال فينوس ارش كان بيقع في السوبرفيشال فاشيا، يعني embedded within the fat of the dorsum of the foot.
الاستراكشر التاني اللي بيكون الاناتوميكال كونتنتس اوف ذا دورسم اوف ذا فوت هي كانت عضلة اسمها اكستنسور ديجيتورام بريفيس. لو جينا نحلل الاسم اكستنسور يعني عضلة قاعدة على الدورسم اوف ذا فوت، قاعدة على الابر سيرفيس اوف ذا فوت. ديجيتورام هي بالتأكيد رايح للديجيت يعني لأربع صوابع. جرت العادة انهم بيكونوا غير الصبع الكبير، لكن المرة دي الصبع الكبير داخل في النص والصبع الصغير هو المستبعد. بريفيس يعني شورت، يبقى عمرها ما هتصل للديستال فالانكس، لازم تكون عند البروكسيمال فالانكس. ادي منظر للاكستنسور ديجيتورام بريفيس مصر اللي هي العضلة ديت اللي لها اربع فصوص. ادي فص 2 3 4. العظمة دي بتاخد الاوريجن بتاعها من الكالكانيوس. اما الانسيرشن فنجده انقسم الى 4 تندونز، 1 2 3 4. ومن الواضح ان الانسيرشن بيصل للبروكسيمال فالانكس بس للميديال 4 توز بالشكل الدياجرام اللي هنبينه دلوقتي كده اهو. ادي المصل اللي كانت الاوريجن بتاعها من الكالكانيوس، وادي الانسيرشن اللي حط في البروكسيمال فالانجيس اوف ذا ميديال 4 توز. من المهم هنا ان احنا نقول ان التندون بتاع المصل اللي كان بيصل للبروكسيمال فالانكس اوف ذا بيك تو هنا اهو، ومن الناحيه الثانيه اهو، هذا الجزء من العضله يطلق عليه اسم اكستنسور هالوزن بريف. النيرف سبلاي هو الانتيريور تيبيال نيرف كامتداد، لان العضله دي تعتبر امتداد لعضلات الفرنت اوف ذا ليج. اما الاكشن بتاع هذه العضله فهتشتغل على الميتا تارسو فالانجيال جوينت اوف ذا ميديال فورتوز اللي هي الجوينت دي. ميتا تارسو اللي هو ده، فالانجيال ده البروكسيمال فالانكس، يبقى هي الجوينت ديت والجوينت ديت والجوينت دي وهذه الجوينت. يبقى دلوقتي عندي العضله تعمل اكستنشن اوف ذا ميتا تارسو فالانجيال جوينت اوف ذا ميديال 4 توز. واخيرا الدورسالس بيدس ارتري اللي هو الكونتنت الثالثه من الدورسم اوف ذا فوت. ادي الدورسالس بيدس ارتري ذكرناه مره قبل كده وقلنا ان هو الكونتينيويشن اوف ذا انتيريور تيبيال ارتري بعد ما بيعدي الانفيريور اكستنسور تانيكولوم ويمشي من تحت، بعد ما يعدي من تحت السوبيريور ويصل الى الانفيريور اكستنسور ريتينيكولوم. طيب في رسم توضيحي، التيبيا والفيبولا، الميديال مالولاس واللاترال مالولاس، عظام الفوت ده الفيرست ميتاتارسال هو الموست ميديال، ودي السكند ميتاتارسال حتى الفيس. الارتري بتاعنا اللي هو الدورسالس بيدس. رؤوس الموضوعات بتاعتي الهيد لاينز تشمل 4 نقاط، البيجيننج اللي هو الاوريجن، الاند او التيرمينيشن، كورس اند ريليشن، ثم البرانشز. هذا الارتري اللي هو الدورسالس بيدس لو احنا اتذكرنا مع بعض الانتيريور تيبيال ارتري كان انتهى تحت السوبيريور اكستنسور ريتانيكولوم. الجزء من بعد السوبيريور اللي هيمشي تحت الانفيريور اكستنسور ريتانيكولوم دي كانت هي بدايه الدورسالس بيدس ارتري. يبقى البدايه كونتينيويشن اوف ذا انتيريور تيبيال ارتري من عند الانفيريور اكستنسور ريتانيكولوم. نهايته في السبيس اللي بتوين ذا فيرست اند سكند ميتاتارسال بونز. هذا الارتري ديبس ديبلي يعني سينكس ديبلي، يغوص في هذا السبيس ويصل الى السول اوف ذا فوت. عبر مسار هذا الارتري هنقول اترانز ميد واي كورس، ماشي ميد واي كورس بين ايه؟ بين 6 حاجات، عظمتين من فوق و2 تندون في النص وعظمتين من تحت. العظمتين اللي فوق الميديال مالولاس واللاترال مالولاس. وافكركم ان الميديال مالولاس كانت جزء من اللور اند اوف تيبيا، اما اللاترال مالولاس فكانت كل اللور اند اوف ذا فيبيلا. الميدوي كورس الثاني اللي هو كان في الدورسم اوف ذا فوت كان التندون اوف ذا اكستنسور هاب بتوين ذا تندون اوف اكستنسور هاليس لونجس اللي هو ده والتندون اوف ذا اكستنسور ديجيتورام لونجس اللي هو ده.
الميدوي التالت بين عظمتين اللي هما الفيرست والسكند ميتاتارسال بونز. البرانشز اللي كانت خارجه منه، اول ارتري اللي هو ده، هذا الارتري يمشي في الفيرست دورسال ميتاتارسال سبيس، فيسم اللي هو ميتاتارسال سبيس اللي بتوين الفيرست اند سكند ميتاتارسال بون. فنجد الارتري هيمشي في هذا المكان فنسميه الفيرست دورسال ميتاتارسال ارتري، وفي نفس التوقيت بيخرج منه ارتري تاني يغوص لاسفل، يسموه لاسفل يبقى للصول او يعني للبلانتر سيرفيس اوف ذا فوت، فيسموه الفيرست بلانتر ميتاتارسال ارتري. اتنين، الارتري التالت ارتري ماشي اركويت كورس او ارشينج كورس زي كده او ارشينج كورس، هذا الارشينج كورس عامل زي القوس اهوت ارشينج باترن، فيسموا الارتري ده اركويت ارتري. هذا الاركويت ارتري يخرج منه ميتاتارسال ارتريز تمشي في السكند والثيرد والفورث ميتاتارسال سبيس، فهيسموه السكند ميتاتارسال والثيرد ميتاتارسال والفورث ميتاتارسال لكن دورسال، يبقى سكند ثيرد اند فورث دورسال ميتاتارسال ارتري. كل دورسال ميتاتارسال ارتري زي ما احنا شايفين كده اهو، او هنا او هنا، يتفرع لفرعين اثنين، الفرعين دول يروحوا من الصوابع، فطبيعي نسميهم دورسال ديجيتال ارتري. طيب ده كان الدورسم اوف ذا فوت. اما الانفيريور سيرفيس اوف ذا فوت كان اسمه الصول، الصول اللي هو البلانتر او الفنترال او الانفيريور سيرفيس او اسبيكت اوف ذا فوت. كان في ايه؟ اللي هو باطن القدم اللي هو المكان اللي احنا بندوس عليه. الاستراكشرز اللي بتكون، لاحظ ان هو كثيف شويه تقيل، كان اساسا سكن وتحت السكن في فاشيه، الفاشيه دي سموها بلانتر فاشيا، والفاشيا دي كانت مقسومة لقسمين اتنين، سوبرفيشيال فاتي، سوبرفيشيال فاشيا، ودي فاشيا. السوبرفيشيال فاشيا كانت فيلد وسفات، أما دي فاشيا هنا فكانت متحورة وبتأخذ اسم بلانتر أبونيروسز. ثم يوجد أيضا في الصول جروب أوف ماسلز أرينجد إن ثري لايرز، يسموها ماسلز أوف ذا صول، بيغذيهم شبكة ضخمة من النيرفس اند بلاد فيزلز، يسموها بلانتر نيرفس اند فيزلز. يبقى دلوقتي عندي محور كلامي عن الصول اوف ذا فوت، هنتكلم الحاجات المهمه، البلانتر فاشيا ممثله في البلانتر ابونيروسز، ثم الاربعه جروب اوف ماسلز والبلانتر نيرفس اند فيزلز. البلانتر ابونيروسز هي شكل من اشكال الديب فاشيا اوف ذا صول. هذه الديب فاشيا انا شلت دلوقتي، لما نيجي نشوف هنا شلت السكن وشلت السوبرفيشال فاشيا اللي كانت ممثله في الفاتي لاير عندي هنا، هنجد تحتها سترونج شيت اوف دنس كونكتيف تيشو في الديب فاشيا اسمه بلانتر ابونيروسز. لما نيجي نرسمه كدياجرام اهوت، البلانتر ابونيروسز هنا الدياجرام بتاعها اهو، من هذا الوصف لما امسحه وارجع ابنيه تاني او رسمته من جديد، من هذا الرسم ومن اتجاهه نقدر نحدد الايتمز اللي هنتكلم عليها. فعايز اعرفه، هنقول سكند باند اوف ديب فاشيا، طيب مكانها فين في الصول؟ واخده الميدل بارت اوف ذا صول، لان في جزء في اللاترال سايد وجزء على الميديال سايد مش موجود في البلانتر ابونيروسز، كذلك هنا اهو، هنا على اللاترال او على الميديال مش موجود في البلانتر ابونيروسز، إذا هي بتحتل الميدل بارت اوف ذا صول. من الشكل بتاعها نقدر نقول انها تراينجولار، ادي تراينجولار، البيز بتاعتها از دايركتد باكوردز، الايبكس بتاعتها از دايركتد باكوردز، بينما الايبكس از دايركتد فوروردز، ثم تنقسم الى خمسه فايف سليبس، يعني خمس تفرعات. هذه السليبس كل واحد فيهم هيروح للكورسبوندنج تو، للاصبع المناظر، علشان تحوط التندونز بتاعت المصل. البلانتر ابونيروسز هي شكل من اشكال الديب فاشيا، وبتلعب دور كبير جدا في البروتكشن اوف ذا امبورتانت ستراكشرز اللي موجوده في الصول، زي ما احنا شايفين
نلاحظ هنا من بين هذه الفتحات ادي نيرف وبزل، ادي نيرف وبزل. النيرفس والبزل ديت قاعده فوق، قاعده ديب للبلانتر ابونروسز، لان البلانتر ابونروسز من وظيفة الاساسيه انها تعمل تحمي كيب زي بلاد فيزل اند نيرفس، كما انها تعمل على المحافظه على الارشنج باترن اوف ذا سورس.